بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام إخوانا المهتمين بشؤون الزراعة المائية بإذن الله تعالى بنتكلم عن شيء وهو الزراعة المائية باختصار شديد كلنا عارفين الزراعة المائية الزراعة المائية هي عبارة عن محلول مغذي بينمو فيه النبات قد يكون المحلول المغذي ده لوحده وقد يكون فيه مواد خاملة أخرى تعمل على تثبيت الجذور تمام الحاجات الخاملة الثانية ديت ممكن تكون بيتموس ممكن تكون جرافي الحصى ممكن تكون صخور بركانية أي شيء إن كان المهم بيتحط بيثبت له الجذور وبنمد النبات باربع او خمس فترات في اليوم زي ما يكون بالمحلول المغذي تمام. وعندنا محاليل مغذيه اشهرهم محلولين يا جماعه محلول كوبر اللي قدام حضرتك دهون ومحلول عالم ثاني اسمه هوجلاند. هوجلاند وكوبر دول الاثنين اشهر محلولين موجودين في المزارع المائيه تمام. او في المزارع الهيدروبونكس وعلى فكره هيدروبونكس دي كلمه يونانيه مشتقه من مقطعين هيدرو يعني ميه زي ما بتقول هيدرولوجي يعني علم الميه وبونكس يعني العمل يبقى العمل فين في الميه تمام دي معنى هيدروبونكس يعني تمام نيجي بقى على عملية الزراعة المائية دهيا وهنتكلم عن المحلول المغذي مما يدعو للألم والأسى والحزن الشديد إن الجدول اللي قدام حضرتك دوت اللي حطه كوبر من عشرات السنين تمام وهوجلاند برضه حاطته في محاليل تانية كتيرة مما يدعو للأسى والألم والحزن إن بعض المهندسين واخد دهون الجدول اللي قدام حضرتك دهون وحطت عليه اسمه أو الله بعلامة مائية كده ومحمله على النت طبعا دي خيبتنا احنا كعرب ربنا ياخد بايدينا وما يخليناش يعني ايه الواحد يجيله ضغط وسكر والامراض المستعصيه ديت من اللي بيحصل من الزراعيين واخد الدواء وحطه على عمله عمله كده ليه مع انك لو سالته جزايه جه يعني ازاي انت جبته هو مش عارف تمام هو كل اللي عارفه ان النيتروجين 60 النيتروجين 200 بي بي ام تمام بارت بير مليون تمام والفوسفور 60 بي بي ام وكوبر بيقول لنا كده عشان يبقى محلول مغذي وعلى فكره ما فيش محلول مغذي مثالي ما فيش محلول مغذي مثالي يا جماعة تمام ولكن هو أقرب ما يكون إلى الحقيقة أو الاحتياجات النباتية تمام فعايز أنا أكلمك بقى آه زي ما بقول لك على الخيبه الثقيله بتاعتنا ان كل واحد حاطط علامه مائيه وكانه هو اللي عمل ده انت ما عملتش حاجه كبر اللي عمل ده انت اصلا ما تعرفش هو جه منين انت اصلا ما تعرفش جه منين تمام فهم حاطين ده هو تمام مش كده وبس ده ابتدى بالمعادلات الكيميائيه نجيبه بالاجرامات من الاملاح المعينه فابتدى الناس ابتدوا يحطوا لنا الجدول الثاني اللي قدام حضرتك ده هو تمام ده اي حد اي حد كان يقدر يجيب الاملاح بتاعته ويوزن منها وزنات زي اللي انت شايفه ده هو وبرضه حاطين عليه العلامة المائية بتاعت اسمائهم حاطط علامة مائية ليه انت ما عملتش في حاجة قلت لك كوبر ايه انت ما بتفهمش عربي كوبر اللي عمله مش انت عشان تحط عليه العلامة المائية بتاعتك تمام كوبر اللي عمل ده تمام فلما عمل كوبر ده هو تحو تحول للجرامات طب حد يعرف الجرامات جت منين هي دي بقى الايه هي دي الحلاوة بقى وهو ده الشغل الكيميائي وهو ده الشغل التقيل يا جماعة هنبدأ نعرف بحيث ان انا مش احضر محلول مغذي لا لو واحد قال انا عايز 300 بي بي ام 300 بي بي ام عايز 300 بي, بي ام من البوتاسيوم الراجل دقيق في الـ في, الـ في الشغل بتاعه وعايز 300 بي بي ام في الـ الـ الميه اللي نازله للبيوت بتاعته او للارض بتاعته تمام طب هنجيبهم له ازاي هنعرف يا جماعه كل الحاجات دهيا ده في الـ 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 الفيديو ده هو تمام طبعا انا قعدت برضو شوية عشان اظبط لك الدنيا واشوف الحاجة دي جت منين بحيث لو قال لك آه ال 200 ما عرفتش 63 دول من نترات في احد احاد البوتاسيوم جت منين تبقى عارف هي جت منين وبالتالي تبقى مهندس محترم مش قصه علامه مائيه يا نانوس لا هي قصه انك تبقى عارف هو جه منين تمام مش قصه علامه مائيه احنا آه مش عارف يعني ايه اللي حصل لنا شوف الفيديو ده اهلا بحضراتكم آه، لما نتكلم بقى على عمنا كوبر ده آه، عايزين نعرف ازاي نحول البي بي ام دي لوزنه من ملح معين تمام اولا آه، هنبدا حاجه بس في المحلول المغذي هم بيشترطوا فيه شويه شروط اهم الشروط دي يا جماعه ان الـ 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 البي اتش بتاعه يكون ما بين الخمسه للسبعه، ليه الخمسه للسبعه؟ تحت الخمسه هيعمل لنا مشكل في ان المحلول نفسه هيبقى حميضي وبالتالي هيعمل تلف في الجذور تمام؟ نتيجه ان الجذر اساسا نامي في وسط حامضي وبالتالي دي مشكله. المشكله الثانيه هيعمل لنا هيعمل لنا مشكله في لو عالي عن السبعه هيرصب بعض الكيماويات اللي انا حاططها في المحلول الارض بتاعي ده هو نتيجة ارتفاع البيئة فوق السبعة وبالتالي الوسط عندي قلوي الملوحة بتاعته تكون في حدود من اتنين لتلاتة مليموز على السنتيمتر تمام اه لو عايز تحولها بي بي ام برضه بتضرب في 640 تقول لي 640 لايه انا ما اعرفش المهم انك ايه اه اخرك تعرف ان 640 640 طبعا الرقم ليه مدلول ولكن احنا بنقول عشان تحول مي آه من الملي موز للبي بي ام بتضرب في 640 تمام اه طب نبدا كده عمنا كوبر بيقول لي لحاجه زي الفوسفور 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 كوبر عايز منه 60 بي بي ام تمام؟ عايز 60 بي بي ام منه. طيب ال 60 بي بي ام ديت يا جماعه هنجيبها من ملح زي فوسفات احادي البوتاسيوم، فوسفات احادي البوتاسيوم، الرمز الكيميائي بتاعه كده الكي اتش2 بي او4 تمام؟ طيب عشان آه نحول لديا اول حاجه هنجيب الوزن الجزيئي الوزن الجزيئي الجزيئي للملح اللي هو بيساوي مجموع الاوزان الذريه للملح تمام لحد كده مفهومة اعرف عايزين نجيب الوزن الجزيئي للملح ده الوزن الجزيئي بيساوي ايه بيساوي مجموع الاوزان الذرية للملح ده طب ما تيجي نحسب الاوزان الذرية كده عشان همسح بس صبورتنا صغيرة هنقول هنحسب هنقول عندي هنا البوتاسيوم بكام ذرة البوتاسيوم الوزن الذري بتاعها كام تسعة وتلاتين زائد الاتش اللي هي الهيدروجين بكام واحد في اتنين ما هم ذرتين اهم H2 الفوسفور زائد الفوسفور بكام ب B31 زائد الاول الاكسجين بكام؟ ب16 تمام؟ بس هو بقول لك O4 يعني أربع ذرات أكسجين ب16 في أربعة تمام؟ طبعًا المفروض أنت حافظ الأوزان الذرية دي أو في جداول كتير فيها الكلام ده لو ما أنتش حافظه مش لازم تحفظ يعني لو جمعنا دول بحالهم هنلاقيهم 136 تمام؟ طيب ال 136 دول فيهم ايه؟ فيهم ذرة فسفور اهي ذرة الفسفور دي كام؟ ب 31 تمام؟ طيب هو عايز كام كوبر؟ عايز 60 يبقى ال نحطها تحت الايه؟ تحت الفسفور تمام؟ تمام طب هنا هنا الاكس يعني ايه الاكس؟ يعني انا عايز اجيب الـ الـ الوزنه من الملح دهوت اللي هي آه هتديني ال... هتديني 60 بي بي ام هتديني 60 بي بي ام عايز وزنه من هنا فيها 60 بي بي ام فوسفور طب نضرب طرفين في وسطين يعني هتبقى 136 في 60 على 31 دي اللي هي الايه الاكس يا جماعه دي اللي هي الايه الاكس تقريبا هتطلع لي 200 تلاته 263 تمام 263 جرام من الملح دهوت اللي هو احادي فوسفات البوتاسيوم هيديني 60 بي بي ام تعرفت ازاي هيديني 60 بي بي ام طب بس في حاجه يبقى انا عشان عايز 60 بي بي ام من الفوسفور يبقى محتاج كام من الملح ده اهو؟ 263، وستين جرام من الملح ده هون اللي هو اسمه ثنائي اه احادي فوسفات البوتاسيوم. تمام؟ يبقى انا لو عايز لو عايز فوسفور 60 بي بي ام من, و... من 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 فوسفات احادي البوتاسيوم اللي هو دهوت قلنا نحسب الوزن الذري بتاعه طلع 136 ال 136 دول فيهم ذره فوسفور اهي ذره الفوسفور بكام ب 31 هو عايز 60 عايز 60 اهيت حطيناها له 60 بي بي ام يبقى طرفين في وسطين طرفين في وسطين هنطلع الوزنه بتاعتنا بالجرام اللي هي الاكس، الاكس هتساوي 136 في 60 على 31 هتديني 263 جرام احادي فوسفات البوتاسيوم هيديني الوزنه دي فيها كام؟ فيها 60 بي بي ام تمام فيها 60 بي بي ام اهي تمام؟ تمام بس في حاجه قال لك ده في بوتاسيوم يا جماعه، امال البوتاسيوم ده نوديه فين؟ ما انا حطيت فوسفور يبقى فيه بوتاسيوم البوتاسيوم ليه قصه اه ليه قصه نمسح السبوره ونرجع لك تاني طيب اه احنا استخدمنا الملح اللي هو فوسفات احادي البوتاسيوم الاتش اللي هو الكي اتش 2 بي 4 تمام الملح دهوت قلنا علشان ناخذ منه 60 بي بي ام ماشي للفوسفور للفوسفور طلعناها كام 263 جرام من ملح اللي هو الايه فوسفات احادي البوتاسيوم تمام طلعنا كام 263 فيهم كام لما نوزن 263 جرام من فوسفات احاد البوتاسيوم هيدوني 60 بي بي ام فوسفور طب نمشي كده طب ما هو في كي كي يعني بوتاسيوم تمام كي اتش 2 بي او 4 تمام البوتاسيوم انا خدت الملح ده هو 263 من الملح اللي هو الفوسفات احادي البوتاسيوم اللي هو الرمز بتاعه اتش كي اتش 2 بي او 4 طيب ما هم دخل معايا بوتاسيوم عايز اقدر البوتاسيوم اللي دخل معايا عشان اشوف ال ال عمنا كوبر بيقول في الكام في ال1000 لتر ال1000 لتر او المتر المكعب تمام حسبنا ال60 بي بي ام ماشي حسبنا 263 جرام فوسفات أحد البوتاسيوم تمام لو حطيتهم في 1000 جرام 1000 لتر ميه هيدوني 60 بي بي ام للفوسفور تمام طب دخل معايا بوتاسيوم ايوه دخل معايا بوتاسيوم دخل معايا بوتاسيوم كام؟ دي اللي هنحسبها بقى هنشوف كام بي بي ام معايا دخل بوتاسيوم تمام طب هنحسبها آه احنا قلنا قبل كده هنحسب الوزن الجزيئي الوزن الجزيئي بيساوي مجموع الاوزان الذريه هنعيدها تاني مجموع الاوزان الذريه برضو عشان اللي ما خدش باله من المره الاولانيه عندي ذره بوتاسيوم وهي ب بتا... 39 تمام زائد الاتش اللي هي الكام بواحد في 2 ما هو اتش 2 اهو تمام زائد الفوسفور 31 الوزن الذري بتاعه زائد الاكسجين كام 16 16 اكسجين في ما هو او تو فور يعني 16 في 4 4 قلنا هتساوي كام دي 136 136 تمام ال 136 ديت يا جماعه فيها ايه فيها ال 136 دي ماشي فيها ايه فيها ذره بوتاسيوم ذره بوتاسيوم اللي هي الكي طيب الكي دي فيها كام؟ فيها 39 بكام؟ الوزن الذري بتاعها ب 39، 39 طيب الملح اللي انا اخدته من دي كام؟ 263 نحطه تحت البوتاسيوم ولا تحت الملح؟ لا تحت الملح يبقى 263 تمام؟ طيب انا ناقصني البي بي ام اللي دخل معايا بتاع البوتاسيوم اللي هو بالنسبه لي مجهول اكس طبعاً عشان إكس دي نجيبها يبقى نقول إيه إكس بتساوي نفس اللي عملناه في المرة اللي فاتت تمام طرفين في وسطين يعني هتساوي ميه ميتين تلاتة وستين في تسعة وتلاتين على ميه ستة وتلاتين لو حسبتها هتلاقي هتلاقي خمسة وسبعين. بي بي ام يبقى الملح ده هو لما حطينا منه الملح ده اللي هو فوسفات احاد البوتاسيوم لما حطينا منه 263 جرام تمام ميتين وستلاتة وستين جرام طيب اداني كام اداني 60 بي بي ام ده بالنسبه للفوسفور تمام اداني 60 بي بي ام فوسفور واداني 75 بي بي ام بوتاسيوم تمام الامور بالنسبه للفوسفور كده انتهت ليه هو كبر بيقول لي عشان تحضر محلول في 1000 لتر ميه في 60 بي, بي ام فوسفور بتحط فيه كام لما حسبناها طلعت 263 جرام من ملح فوسفات أحد البوتاسيوم اداني فوسفور 263 طب اداني بوتاسيوم كام؟ 75 بي بي ام تمام طب ال 75 بي بي ام دي يا حضرات هو كوبر هينتهي على كده ده كوبر قصته طويله لا ده هو كوبر بيقول لي عشان ال اللي تطلع محلول محترم يبقى لازم تحط 300 في البوتاسيوم ارزق للجدول الجدول اللي احنا عملناه الاولاني 300 بي بي ام بوتاسيوم عشان يبقى المحلول عندك كويس طب انا خدت 75 من الملح اللي انا حطيته الاولاني اللي هو فوسفات احد البوتاسيوم اداني 75 بي بي ام بوتاسيوم واداني 60 بي بي ام فوسفور قلنا الفوسفور قصته كده انتهت البوتاسيوم 75 من 300 باقي لي كام بقي لي 225 بي بي ام عشان انتهي من قصه البوتاسيوم ديت نعمل فيها ايه نجيبها من ملح تاني الا دي قصه طويله طبعا ما انت فاكر الامور سهله طبعا نمسح الصبوره ونشوف شوف يا عم الوزن اللي 263 263 دي ادتني فوسفور 60 اللي هو فوسفور ادتني كام 60 بي بي ام تمام يا باشا؟ طيب وديتني بوتاسيوم اللي هو الكي اديتني كام؟ اديتني 75 بي بي ام تمام طيب البوتاسيوم كوبر بيقول لي انا عايز 300 بي بي ام عشان يبقى المحلول حجم المحلول بتاعك اللي هو ال 300 ال 3000 ال 1000 بيقول لي لازم تحط فيه كام؟ عايز 300 بي بي ام بوتاسيوم بوتاسيوم تمام طيب ال 300 بي بي ام بوتاسيوم دول نجيبهم منين نشوف ملح تاني يا جماعة وليكن ايه وليكن الملح التاني ده هو هو نطرات البوتاسيوم الكي ان او 3 طيب برضو نحسب القصة نحسب الوزن الذري ليهم ال ال النطرات ال البوتاسيوم بكم بتسعة وتلاتين تمام زائد النترات النيتروجين بكام 14 هي واحده بس زائد ال ال زائد ال ال الاو اللي هي الاكسجين بكام ب 16 16 في 3 ما هم 3 او اهم يبقى دول هيطلعوا لي كام هيطلعوا لي يا جماعه تقريبا في حدود احسبها هيطلعوا في حدود 100 و هيطلعوا هيطلعوا مية واحد. 101 مية 101 واحد. تمام؟ هيطلعوا لي 101 طيب ال 101 دول البوتاسيوم فيهم كام؟ ذرة البوتاسيوم بتمثل فيهم كام؟ 39 مش قلنا 39 اهي؟ تمام طيب انا عايز كام بوتاسيوم قلنا؟ احنا الملح ده اداني 75 وهو عايز 300 وهو عايز 300 من 75 بقي كام 225 تمام بوتاسيوم عايزين 225 نحطهم منين من البوتاسيوم 225 بي بي ام بي بي ام تمام اجيبهم ازاي 225 و20 و... و... اه وبالنسبه لي هنا الوزن من من ال... الوزن من نطرات البوتاسيوم دي بالنسبه لي هي المجهول الاكس فعايز اجيب الاكس او اكس زي ما عملنا المره اللي فاتت بتساوي 101 تمام في 225 تمام طيب على 39 تمام ديت لو حسبناها هتساوي كام احسبها لك لحظه اا أه هتديني 3500 اكتب انجليزي يبقى كله بقى انجليزي يبقى هنقول 500 8 583 583 تمام اديت 583 جرام من الملح دهوت اللي هو اللي هو ايه اللي هو البوتاسيوم نترات تمام او نترات البوتاسيوم دي هتديني كام؟ 583 جرام من الوزنه ديت هتديني 225 225 و20 بي بي ام بوتاسيوم بي بي ام بوتاسيوم تمام طيب ال225 دي اه هنستخرجها من قد ايه من 583 جرام نترات بوتاسيوم الامور كده وبس لا ما انت داخل معاك نيتروجين هنحسب النيتروجين نحسب النيتروجين دي قصه طويله بس المهم انك انت عرفت الطريق اعتقد انك ممكن تحسب النيتروجين وهتحسب المغنيسيوم وهتحسب الكالسيوم حسب الاملاح المتاحه عندك اي سؤال ما فيش اي مشكله خالص انا تحت امرك بس لحد كده وكفايه <applause> يعني لا انا بس حبيت اشارككم فيها لان في اخ من الاخوات قال لي انا عايز اعرف القصه دي بتيجي ازاي فحبيت بدل طبعا ما اشاركها له لوحده فطبعا تنفع الكل اللي انتفع بيه انتفع اللي ما انتفعش بيه مفيش مشكله احنا ما عملناش حاجه على الاقل نشطنا الذاكره يعني شكرا لحضراتكم